صباح الخير. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. عم نحكي عن قد ايه مهم الابتكار، وخصوصا انه الابتكار يمكن اكتسح كل مجالات حياتنا واولها واهمها حل المشاكل. خبرني بالتحديد عن هذا الموضوع، الابتكار في حل مشاكل. ان شاء الله. بالبداية برحب فيكم، برحب بوجودكم يعني معنا في هاي القناة اللي بصراحة أنا تعرفت عليها جديد وشكلي حصير من المتابعين والمناصرين لهاي القناة. ومن شوية أنا كنت جالس بتابعكم أنتوا تتكلموا، الحوار جدا شيق وأنا بحكي وين ضايع عنها القناة هذه من زمان، حروح أحطها اليوم على السمارت تي في عندي اللي أصير أتابعها إن شاء الله يوم. جد والله بدون مجاملة، لأنه حواركم حسيته عائلي، الأجواء عائلية، وكأنه ناس يعني حسيت حالي ألفت المكان معاكم بسرعة، ونحن فعلا الطاقة الإيجابية اللي واضحة في طريقتكم في الحوار وضحكاتكم تبادلكم للآراء، تلقائيين عفويين، فشي بصراحة ريحني، شال 90% من التوتر اللي عندي. أنا من شوية كان ضربات قلبي سامعة أول مرة بكون في استوديو وبصور. الله يسلمك يا رب. بداية بنحكي شوي عن الفرق بين الإبداع والابتكار. الإبداع يعني أبدع يبدع إبداعا، يعني جاء بشيء جديد ما كان له وجود في السابق. الابتكار هو تطبيقات عملية على الإبداع. حناخذ مثال واحد بسيط لتوضيح الفكرة. مثلا الإنترنت إبداع، شيء ما كان له وجود في السابق. التطبيقات اللي طلعت على الإنترنت مثل الفيسبوك، الإنستغرام، اليوتيوب، هاي ابتكارات. أوكي. الآن المقولة اللي مشهورة في هذا العصر إنه الابتكار أو الاندثار. يعني أنت شركة أو مؤسسة أو حكومة إذا ما ابتكرت في هذا العصر اللي صار فيه التنافس كبير جدا جدا، تنافس شرس بين المؤسسات وبين الشركات وبين حتى الدول، إذا ما ابتكرت معناته أنت حكمت على نفسك بالاندثار. فأصبح الابتكار هو كلمة السر للاستمرار في الحياة، الاستمرار في تواجدك كشركة أو مؤسسة أو حكومة، أو حتى إنسان بده يستمر في حياته إذا ما ابتكر لنفسه حلول مبتكرة للمشاكل اللي بتواجهه، معناته كأنه حكم على نفسه بالضياع. الآن نظرية التريز اللي هي هاي النظرية اللي وضعها العالم الروسي هنري ألشلور، إذا دخلنا في الموضوع، هي نظرية حلول ابتكارية للتحديات اللي بتواجهنا. كيف منشأ النظرية؟ النظرية كانت في الاتحاد السوفيتي بالفترة اللي كان الاتحاد السوفيتي فيها مغلق على نفسه. فكان هنري ألشلر مهندس ميكانيكي اشتغل في البحرية الروسية في تسجيل براءات الاختراع. سجل أكثر من 300,000 براءة اختراع. تخيلي حالك أنت جالسة في مكتب وكل يوم بدخل عليك عشرات من الناس كل واحد معاه اختراع، فأنت بدك تضطر تدون شو المشكلة وشو الابتكار اللي أنت عملته، شو المشكلة شو الابتكار. مع تكرار اطلاعه على هاي الابتكارات حس أنه في نمط متكرر بطريقة حل المشاكل، فوضع فرضية أنه معقول هذا النمط هو ما في غيره. صار يحس يحط الأوصاف العامة للحلول، وجدها 40 طريقة أو 40 مبدأ أو 40 استراتيجية، سميها مثل ما سميها، مبادئ أو استراتيجيات أو طرق. هاي على 300,000 براءة اختراع ما كذبتهم، كل مرة أي اختراع بيجي بيطلع ساعتها الحل بتاعه، يعني الاختراع هو واحدة من هالأربعين. يعني إذا بدنا نشبهها كتشبيه فقط، حروف اللغة العربية كم؟ 28 حرف. كل القصائد اللي انكتبت من أيام الجاهلية لليوم والكتب كلها 28 حرف كتشبيه. الابتكارات وصلت الآن يعني لغاية قبل فترة بسيطة 3 مليون ابتكار تم دراستها من قبل الناس اللي متخصصين في نظرية التريز، ونفس الشيء الثلاثة مليون كلياتهم أي ابتكار فيهم هو عبارة عن تطبيق الاستراتيجية من 40 استراتيجية. الأربعين استراتيجية هاي إذا إحنا درسناها، درسنا الأربعين استراتيجية وتعرفنا على أمثلة، أنا يعني بأكد لكم أن الشخص اللي بيدرسها بصير قدرته على توليد حلول مبتكرة عالية جدا. طب غريب، إحنا ما سمعنا فيها هاي الأربعين طريقة، يمكن غريب شوي الموضوع علينا، بس مثل شو هدول الأربعين؟ إن شاء الله حنتكلم فيها إن شاء الله. يعني بس بالبداية بدي أحكي، الآن الشاعر قبل ما يكتب أول قصيدة بيقرأ 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 قصائد كتير. كل ما قرأت قصائد أكثر كل ما صارت قدرتك على توليد الشعر أحسن. أو حتى الكاتب كل ما قرأ قصص وروايات أكثر قدرته على تأليف روايات بصير أكثر. نفس الشيء في الابتكار، كل ما أنت درست ابتكارات على أو أمثلة على هالأربعين استراتيجية، عقلك الباطن حيخزن هاي الطرق، بصير أنت تلقائيا لما تواجه مشكلة بتأمل بسيط بتكتشف
استراتيجية الحل. الآن التريز هو ما بيعطيك الحل، هو بيعطيك استراتيجية الحل أو الطريقة. الطريقة في البداية كانت هي الابتكارات اللي سجلها كانت تقتصر على الجوانب التقنية والهندسية، لأنه هو مهندس ميكانيكي، فكانت 300,000 براءة اختراع أو الحلول كلياتها في الأجهزة، أصلاً هي كانت في العسكرية الروسية، يعني في الدبابات، في الطيارات، في سلاح الغواصات، كان في مشاكل بتواجه المهندسين، فيطلع بحل ويسجلوا براءة اختراع ويروح عند هنري، هنري يسجل المشكلة والحل. فلاحظ هذا النمط من المتكرر اللي هو 40، وكتب في أبحاث والآن صارت نظرية مشهورة. حتى ما أطول عليكم، نأخذ مثال، مثلاً أحد أمثلة نظرية تريز، في مثال بسم أحد الاستراتيجيات 40 مبدأ التعشيش، أوكي، اللي هو إدخال شيء في شيء. أنت لما تروحي على الكارفور مثلا أو على السوبر ماركت كبير حتلاقي عربيات، العربة طولها متر، ممكن يكون 1000 عرباية، لو بدنا نحطهم وراء بعض حياخدوا كيلو متر، لكن إحنا بنحط عرباية داخل عرباية، فحلينا مشكلة المساحة من خلال مبدأ التعشيش، إنه عرباية داخل عرباية. في الموبايل اللي بيكون معاه قلم، تخيل حالك أنت ماسك القلم بإيد والموبايل بإيد، متعب، بس استراتيجية التعشيش إنه في مكان القلم القلم بينحط فيه القلم، فهاي مبدأ. حتلاقي أمثلة كتير على هاي الاستراتيجية. حلو. نعم، جميل هذا الكلام جدا. لا بدنا كمان، أنا هناخذ أمثلة ثانية على هناخذ، لكن أنا سؤالي في ضمن نطاق موضوع دعاء، إنه أحيانا علشان نوجد هاي الحلول أو هاي الخطوات اللي ماشي على هاي الاستراتيجية، قوة الإدراك العقلي يعني في تفاوت، يعني بتتفق معي ولا بتعارض؟ نعم. هل في تفاوت بقوة الإدراك العقلي لإيجاد الحلول لإيجاد الاستراتيجية؟ شوف، زمان كان الناس تعتقد، يعني حسب نظرية تريز، إنه الابتكار موهبة، الشخص الموهوب أو يلهم أو يوحى إليه بحلم شو الحل للمشكلة اللي أوجدها. ولكن هنري كان عنده إحساس قوي وطلع عليه هاي النظرية، ولا تزال يعني التجارب تثبتها، إنه الابتكار عملية منظمة يمكن تعليمها لأي شخص مهما كانت قدراته العقلية. الشخص العادي الذكاء يتعلم هاي الطريقة، بصير بدل ما يحل التحدي بأيام من التفكير أو التجربة والخطأ وتجربة وخطأ، في واحدة من الاستراتيجيات 40 حتعطيك الحل. الآن بما أنها طلعت في البداية هي للمشاكل الفنية والتقنية، فكان في أحد مبادئ هاي النظرية اسمه التناقض. أنت بتشوف لما تيجي تكون عندك مشكلة بتحدد وين التناقض في هاي المشكلة. التناقض حصره هنري ألشلر في 39 بارامتر، الطول، الوزن، الارتفاع، أشياء هندسية. فأنت بتيجي بتحسن في المشكلة، بتحسن في صفة على حساب صفة تانية تسوء. يعني على سبيل المثال، إحنا عاوزين طاولة تكون متينة، لما أخففها بتصير قابلة للكسر، لما أزود وزنها مثلا بتصير ثقيلة على الحركة. طب هنا تناقض. الحل مثلا إنه أنا أستخدم طاولة من الألمنيوم، طاولة الألمنيوم متينة وفي نفس الوقت خفيفة، يعني تتحمل الوزن، ممكن يوقف عليها واحد، في نفس الوقت خفيف. هذا نوع من التناقض. العمل هو مصفوفة اسمها مصفوفة التناقضات، حط 39 بارامتر أفقي، أتخيلها على إكسل شيت، أفقي وعمودي. يعني فلنفرض رقم 5 تتناقض مع رقم 7، تيجي هنا بقول لك استخدم استراتيجية رقم كذا، فوفر عليك وقت وجهد. عادة بيكون استراتيجيين أو ثلاثة تفكر فيهم، هم حيطلع فيهم الحل. الحل لا تضيع وقتك وتقعد تستنى تجربة أو خطأ. ليه؟ لأنه بقول لك ما في شيء، هنري ألشر بيحكي بالضبط، ما في مشكلة جديدة، كل مشكلة بتواجهك حتكون واجهة حدا في مجال آخر قبلك ووجد لها حل. أنت بتاخذ وصف هذا الحل. يعني أعطيك مثال آخر، استراتيجية القلب أو العكس. أنت عاوز تطلع تمشي وتمارس الرياضة على الكورنيش، بس الجو برا حر، طيب كيف ممكن أعكس الوضع؟ أعكس الآية، بدل ما أنا أمشي على الأرض أخلي الأرض تمشي تحتي، فأجيب التريدميل المشاية. طب أنا عاوز أتعلم في أمريكا، بس أنا بقدرش أروح أمريكا مثلا لظروف خاصة، أتعلم أونلاين، الجامعة هي تجيني بدل ما أروح أنا على الجامعة. عاوز أطلب أروح أتغدى في مطعم والجو برا، أروح على موقع لطلب وجبة غداء. فصار في استراتيجية القلب أو العكس، عكست الآية. يعني هو بدل ما أنت تروح هن بيجوا. بالضبط، هاي استراتيجية القلب. في مثلا استراتيجية النوعية المكانية، يعني أنت النظام نفسه بدل ما تحسن في النظام كله حسن في جزئية من النظام. تتذكروا الساعات اللي بيكون فيها التاريخ؟ نعم. التاريخ صغير جدا،
إذا ححط عدسة عليه الساعة حس منظرها مش حلو، فأنا ممكن أحط العدسة فقط فوق جزئية التاريخ. فهي بسموها النوعية المكانية. طبعاً لو بتضرب لك أمثلة، الأمثلة الآن فوق 3 مليون مثال، يعني كل الابتكارات اللي تم تسجيلها ودراستها وفق الاستراتيجيات الأربعين كلها تنحصر تحت الأربعين استراتيجية. فإحنا علينا إن الآن السؤال أو الملاحظة الحلوة في الموضوع إنه النظرية ما بتنطبق فقط على المشاكل التقنية والهندسية، اكتشفوا العلماء بالدراسة إنها كمان تنطبق على جميع جوانب النشاط الإنساني، حتى على المشاكل الإدارية في علم الإدارة. نعم. مثلا في عندك استراتيجية اسمها استراتيجية العمل الفتري، ممكن ناخذها من العمل الفتري في الأجهزة، إنه الجهاز جزء يشتغل من النظام في وقت معين وجزء في وقت آخر، مثل التكييف تحطه أوتو. نعم. لما الحرارة تنزل يشتغل، لما الحرارة تطلع يطفي مثلا، فأنت وفرت طاقة بهذه الطريقة. ممكن العمل الفتري في مدرسة في قرية مش قادرين نعمل مدرسة للأولاد مدرسة للبنات، نعمل فترتين، فترة صباحية للأولاد فترة صباحية للبنات. في بعض الدول علشان توفير البنزين في فترة من الفترات قالوا نعمل فترتين، فترة للسيارات الأرقام الفردية تمشي فيها وفترة للأرقام الزوجية. هاي أحد الاستراتيجيات الأربعين. بما أنه النظرية بتنطبق على جميع الجوانب النشاط الإنساني والعمل الإداري، مثلا على سبيل المثال استراتيجية التقسيم بالعمل الإداري، أنا ممكن أقسم الطلاب إلى فئتين، فئة طلاب متفوقين وفئة طلاب عاديين، وبدل ما أدمجهم مع بعض وأضيع وقت المتفوقين وأنا بشرح للطلاب كلهم وهذاك بقول لك أنا خلاص أنا فهمت المسألة، لا، أنا بقسمهم مجموعتين وبروح هذول المجموعة الطلبة المتفوقين مع مدرسين متخصصين في رعاية المواهب المتفوقة، والطلاب الأقل بياخذوا عناية مركزة أكثر. من الأشياء الحلوة في الهاي الأبليكيشنز، صار في أبليكيشن لهذه النظرية، بحيث أنك أنت بدل ما تروح للورقة أو للإكسل شيت وتشوف التناقض كمهندس في المختبر، أنت بتفتح الأبليكيشن وبتحط شو الصفة اللي أنت بدك تحسنها في النظام وشو الصفة اللي قاعدة بتسوء نتيجة تحسين، على طول بقول لك معناته أنت حتروح على استراتيجية رقم 5 مثلا أو 5 و6. تفضل. بس أنظمة، يعني مثلا الناس اللي بتشتغل بالكيمياء بالعلوم بمجالات غير التقنيات بتقدر تستخدم هاي النظرية؟ طبعا هي النظرية عامة جدا جدا، يعني لما نحكي استراتيجية القلب أو العكس أي شيء ممكن أعكسه. شوف إحنا حكينا عن مثلا توصيل الطلبات، أن الطلب يجيك أو الجامعة، في استراتيجية البعد الثالث على سبيل المثال. البعد الثالث أنت في البيت وعندك غرفة صغيرة وعندك طفلين، مش عاوز تحط سريرين جنب بعض، ما بيجي، بلجأ للبعد الثالث، بجيب سرير طابقين. إذا السرير الطابقين هو عبارة عن سرير البعد الثالث. الأنفاق اللي تحت الأرض، الدول الصغيرة تعمل بعد ثالث تحت مترو الأنفاق، طابقين 3 4 5 حتى أدوار تحت الأرض، فهي استراتيجية البعد الثالث. يعني الأربعين استراتيجية اللي نصيحتي أنا للمشاهدين واللي حيهتموا في هاي النظرية، الجوجل آلاف المواقع بالعربي وبالإنجليزي عن نظرية تريز، نصيحتي أنه يقرأ ولو 2 3 وهي موجودة بالأبليكيشن على كل استراتيجية، حيصير عندك مخزون في عقلك اللاواعي، لا تخاف حتتذكره، عقلك اللاواعي حيجيب لك إياه، حيصير عندك مهارة في حل المشاكل، حتصير أنت سبحان الله تلقائيا لما تشوف مشكلة معينة يخطر على بالك خلال رمشة عين أو خلال دقيقة إنه أوكي ليش ما نعكس، ليش ما نستخدم البعد الثالث، ليش ما أستخدم العمل الفتري، ليش ما أستخدم التقسيم، ليش ما أستخدم التعشيش. جميل جدا. ولكن إذا بدنا نسأل حالنا سؤال أحيانا إنه قديش ممكن نحن نستفيد من هاي الاستراتيجيات أو هاي يعني الحلول، خلينا نتكلم إنه هاي الاستراتيجيات عبارة عن حلول بديله، طرق للحلول، طرق للحلول توصلك للحل. مزبوط. انه ما بتقول لك والله انت وصلت لطريق مسدود، لا، في دور على طريق ثاني لتفتح باب ثاني. مزبوط. صح. هو تحدي. جميل جدا. والتحدي هذا اثبتت الدراسه 3 مليون حل انه كلتهم واحده من 40 حل. طيب كيف نحن نعمل لحالنا نمط نقدر نمشي على 40 استراتيجية مثلا؟ هل انه اجباري بدي اروح انا اقراهم مثلا او افهمهم؟ هل انه بدي شغله طبقها بالاول لاستوعب الاستراتيجيه، مثلا استراتيجيه 1 2 3؟ سؤال جدا ذكي وجميل. النصيحه الذهبيه في هذا الموضوع انك انت تقرا الأربعين استراتيجيه مع امثله، يعني تقرا، لما تقرا المثال الاسم المبدا ممكن ما تفهمه، لكن لما تشوف 2 3 أو 4 امثله عليه
حتستوعب المثال الطريقه، حتستوعب الاستراتيجيه. ال 40 استراتيجيه ما حدش حياخذوا منك اكثر من ساعه ساعه ونص لقراءتهم، ولو كتبت في الجوجل تريز استراتيجيز اكزامبلز حتلاقي مليان مواقع. بالمناسبه فرنسا في مشروعها الوطني دربت 17,000 مدرس على نظريه تريز، معروفه في اكثر من 40 دوله في العالم، لسه في عالمنا العربي بعدها جديده بال 2000 دخلت في السعوديه. اكثر من 40 معهد بيعطوا شهادات ممارس في عمليه تريز او مدرب في منهجيه تريز. النظريه انتشرت في اوروبا وامريكا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت سر، كانوا بيعتبروها من اسرارهم العسكريه. ناسا للابحاث الفضائيه بتستخدمها، ميتسوبيشي بيستخدموها، شركه تويوتا بيستخدموها، شركه جونسون اند جونسون بيستخدموها. ليه بيستخدموها؟ زي ما حكينا احنا في عصر تنافس، في تحدي معين، الشركه اللي اسبق على وجود على ابتكار حل حتنزل منتجاتها على السوق، فالناس حترتاح، واو كيف احنا كنا عايشين مع هاي الطريقه والان صارت الحل موجود. فاحنا في عصر تنافس، في عصر سباق، زي ما حكينا الابتكار او الاندثار، اذا ما ابتكرت انت صرت طلعت برا المنافسه. فالطريقه او النصيحه الذهبيه، فوت على الجوجل واكتب، حتى لو كتبت بالعربي، امثله على استراتيجيات تريز. لما تقرا الامثله لا شعوريا انت حتلاقي حالك انه تكتسب شوي تكتسب منها المهاره، تكتسب المهارة. شوف بالجانب التقني بدك تلجأ لمصفوفه التناقضات، بالجانب الهندس الاداري او جانب هاي مش حتلجأ لمصفوفه التناقضات، حتقرا ال40 استراتيجيه وانت واثق 100% انه الحل تبع التحدي اللي انت مواجهه هو عباره عن واحده من هالأربعين. اكيد اكيد طبعا يعني ولكن حديثك لا يمل، وطبعا صراحه انا تشوقت اعرفهم واجربهم، ويمكن بدنا ننزل كمان الابلكيشن لحتى نقدر نستخدمه بطريقه او مثلا نستفيد منه. بصراحه معلومات جدا شيقه، وبتمنى انه كمان نحن نرجع نستضيفك مره ثانيه ونرجع نحكي بشكل مفصل اكثر عن هذه الانظمه طرق الحلول. رح نطلع بريكم وبعدها راجعين. شكرا لكم، نورتنا. اطلع